معين حضرة السيدات والسادة رجال ونساء الصحافة، مرحبا بكم في هذا الموعد الذي يتجدد عقب كل مجلس حكومي. وفي البداية أريد أن أرحب بالسيد وزير التجهيز والماء الذي يحضر معنا أشغال هذه الندوة لكي يقدم جملة من المعطيات حول الوضعية الصعبة التي تعيشها بلادنا على المستوى الماء إجمالا. فانعقد يومه الخميس 7 جمادى الأخيرة 1445 الموافق ل 21 دجنبر 2023 مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية طبقا للفصل 92 من الدستور. في بداية أشغال هذا المجلس تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 223700 بتحديد القواعد المحاسبية الخاصة باتحاد الملاك المشتركين طبقا للقانون 1800 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، قدمته السيدة فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. ويندرج هذا المشروع في إطار تفعيل أحكام المادة 24 من القانون رقم 1800 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 106/12 والتي تتناول حسابات اتحاد الملاك المشتركين المكونة من الميزانية التقديرية والتكاليف والعائدات برسم السنة المالية وملاحق الميزانية التقديرية والحساب الاحتياطي المخصص لتغطية المصاريف غير العادية أو الطارئة. ويهدف هذا المشروع أساسا إلى ضمان تدبير جيد لحسابات الملكية المشتركة للعقارات المبنية وتعزيز الشفافية في مجال التدبير المالي والمحاسبات للبنايات الخاضعة لهذا النوع من الملكية. بعد ذلك تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 223922 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع الانتقال الطاقي، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة قدمته السيدة ليلى بن علي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل خلاصات وتوجيهات التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد، ولا سيما تلك التي حثت على تحسين أداء الجهاز الإداري كرافعة أساسية لتحقيق التحولات الهيكلية، وذلك عبر تبسيط وتخفيف إجراءات التدبير الداخلية والتركيز على المهام الأفقية وعلى النتائج، وكذا التشجيع على بروز المجالات الترابية كملتقى محوري للفعل العمومي. ويهدف هذا المشروع إلى تحديد اختصاصات وتنظيم قطاع الانتقال الطاقي. بعد ذلك تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 223923 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التنمية المستدامة، قدمته أيضا السيدة ليلى بن علي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. ويندرج هذا المشروع ضمن تنزيل خلاصات وتوصيات التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد، خاصة منها تلك التي حثت على ضرورة الرقي إلى مصافي البلدان الرائدة في مجال الإنتاج الخالي من انبعاثات الكربون والمتسم بالمسؤولية والاستدامة، من خلال الحرص على انسجام تدخلات مختلف الأطراف في تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة. كما يأتي هذا المشروع بناء على مخرجات الاستشارات الوطنية والجهوية لتحيين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والتي أوصت في العديد من محطاتها بتعزيز الإطار المؤسساتي المكلف بتنزيل هذه الاستراتيجية، بما فيه البنيات الإدارية المكلفة بالتنسيق والتقييم وتتبع مؤشرات الإنجاز. ويهدف هذا المشروع إلى تحديد اختصاصات وتنظيم قطاع
التنمية المستدامة. وارتباطا بمشروع المرسوم رقم 2-23-11-18 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2-06-574 بتاريخ 10/1427-31 ديسمبر 2006 في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، فقد تم إرجاؤه لاجتماع لاحق لمجلس الحكومة. وفي الختام، ونظرا للأهمية التي توليها الحكومة لتفعيل برنامج الاقتصاد الأزرق بمساهمة مالية للبنك الدولي تصل إلى 350 مليون دولار، والذي يرتكز على ثلاثة محاور أساسية تهم تطوير الحكامة وتعزيز الصمود والتخطيط المتكامل وتدبير المشاريع، دعا السيد رئيس الحكومة وزارة الاقتصاد والمالية لإعداد الاجتماع القادم للجنة بين الوزارية لتنمية الاقتصاد الأزرق. إذن كان هذا نص البلاغ. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.